المربية نادية سيف من يانوح، يعني صباح الخير. صباح الخير، نلتقي معك هنا في بيتك العامر في يانوح، ونريد بداية أن نتعرف عليك أكثر. نادية سيف مدرسة علوم في المدرسة الإعدادية يانوح جف للسنة 15 على التوالي، مركز التربية الاجتماعية، أم لثلاث أبناء غالين على القلب جداً، ابن البكر غدير في الصف العاشر، وبنت نادين سيف في الصف السادس، وطفلي العزيزة تالي بنت 4 أشهر ونص. معلمة نادية، يعني حابين أيضا نعرف عن مسيرتك مع التعليم، كيف بدت، وين بدت، شو تعلمتي، وين تعلمتي، مهم جدا يعني. في بداية مسار حياتي أنا طبعا تعلمت كل سنوات الطفولة لحد الصف السادس في مدرستي الابتدائية ألف في يانوح، من صف 7 لصف 12 تعلمت في مدرسة الشاملة في ترشيحة معلود. من بعدها أنا اشتغلت كعاملة في مصنع لمدة سنتين في القرية، مثل كل النساء اللي كانت تحب إنها تساعد في الحياة الزوجية أو بنت لأهلها. فيما بعد حسيت إنه في داخلي فضول، وفي في داخلي طموح كثير كبير أكبر من إني أقعد على ماكنة في مصنع. نعم. فقررت إني أطلع وأتعلم في حيفا مثل باقي النساء والصبايا في وقتنا. فتوجهت لكلية جوردون في حيفا، تعلمت اللقب الأول ما استكفيتش. من بعدها بعد عدة سنوات توجهت لكلية العربية كمان في حيفا، تعلمت هناك اللقب الثاني. لما أنهيت اللقب الثاني طبعا خلال كل مسار السنوات هاي خلال 10-14 عام كان كل الوقت في استكمالات دورات تعليمية كمدرسة علوم، وكمان كمركز تربية اجتماعية إجباري. نعم. كان إنه نعمل سنتين من تخصص في هذا المجال، كما إني تخصصت كمان في مجال العلوم في تخصص بيولوجيا وتخصص فيزياء لنكون معلمين متمكنين أكثر وأكثر. فعند إنهائي للقب الثاني، لقب ثاني في أي موضوع؟ لقب الثاني في علم الأحياء. علم الأحياء. نعم. قررت إني كمان مرة رجع الشعور في داخلي يقول لي أطلق العنان لنفسك. نعم. حلو. أطلق العنان وكوني أنت قدوة لبنات مجتمعنا، نشجع التعليم أكثر وأكثر، أكون قدوة لطلابي، أكون قدوة لأبنائي في بداية الأمر. وأهم ما يكون بالنسبة لي إنه تكون القدوة في الإنسانية، في التواضع قدر الإمكان. قد ما إحنا نوصل لازم نضلنا إجرينا على الأرض متواضعين، ونكون عم نأدي رسالة. الرسالة في من وراها هدف معين، نعرف حالنا مشوارنا لوين لازم يوصل، لحتى اللي بيشوف، يعني بما إنه إحنا موجودين في فناء المدارس، فطلابنا أكيد رح يتمثلوا فينا ويجربوا يكونوا مثلنا أو أحسن مننا، وإحنا بنكون فخورين فيهم. فلهيك أنا قررت إني أستمر كمان في مسيرتي التعليمية، في دعم طبعاً زوجي العزيز أبو غدير، وفي دعم أهلي، وفي دعم دار عمي العائلة الكريمة، في دعم أبنائي طبعاً، لأنه هون في نوع كبير من التضحية. في التضحية طبعاً. إني أستمر وأتعلم اللقب الثالث الدكتوراه، ومش في البلاد إنما في دولة رومانيا، ولهدف كمان كثير سامي وعالي، إنه حدودنا مش السماء، حدودنا بتبدأ من السماء وبتطلع. لما أنت بتقلط السماء وبتنتقل لدولة ثانية، كمان هون أنت عم توصل كمان رسالة اللي هي أكبر وأكبر. فمنها أنا بتمنى إنه كثير نساء خلال السنوات القادمة اللي تتوجه وما تخافوش، وأنتوا عندكم قدرات اللي هي مش موجودة عند الآخرين. فكل واحد بتحس حاله انه عنده الامكانيات، ما تتاخرش، الوقت قصير، العمر قصير قد ما يكون. قديش تقدر تأدوا رساله ايجابيه في مجتمعنا ونقدمه، بيكون منيح لنا ولاولادنا وللمجتمع اللي جاي بعدينا. حلو كثير معلمة نادية. يعني ام غدير، انا بديش اكبرك كثير، بس بدي ارجع معك لورا على ايام التعليم. هينا.
اليوم كيف احنا بنعرف طبعا في الوسط الدرزي العربي الدرزي عدد الطالبات اكثر من عدد الطلاب، لكن في وقتكم كان الاشي مختلف. كيف كان يعني توجهك للتعليم، ردود الفعل للاختيار، هل كان الاشي سهل ولا كنت تواجه صعوبات معينة في بداية طريقك مع التعليم في الجامعة؟ في بداية طريقي ما كانش في تشجيع كثير كبير، وكان حتى في تحريمات دينية بعض الشيء على اللي بيسافر ينام بريت البلد أو اللي بيعمل رخصة سيارة أو اللي يعني كان شوي شوي بلش يصير نوع من النهضة للتعليم وللوعي الفكري. فأنا بقول إنه نهاية العلم والتعليم هي صقل مجتمع أفضل بكثير من أي وقت سابق، وهذا الإشي إحنا رح يساعدنا إنه بناتنا تكون أقوى في طائفتنا إحنا المجتمع المحافظ. وكمان إذا بتتقدم الصبية وبتضل في نفس الوقت محافظة على عاداتها وتقاليدها ومحافظة على إيمانها، ما نروحش إحنا نشتت فكرنا ونصير نعمل شغلات نقلد الغرب فيها. لا بالعكس، كل ما تعمقنا أكثر في جذورنا وعاداتنا وتقاليدنا وفي نفس الوقت عم نرتقى ونتعلم، برأيي هذا هو الهدف اللي لازم كل إنسان موحد يجرب أن توصله. احنا طبعا نتمنى لك الخير، طبعا إلنا الشرف والفخر نتواجد معك هون، ونأمل معك هذا اللقاء في أعقاب فوزك بلقب يعني ليس أقل من المعلم الأفضل في الدولة. هذا اللقب اللي يعني حصلت عليه، أي معايير كانت، أي مقاييس إنه أعطوك هذا اللقب؟ في بداية الأمر كل معلم له الحق إنه يقدم لهذه المسابقة. المسابقة ممكن إن تكون إما إنه زملاء أصدقاء معارف لنفس المعلم بيقدموا عنه تقرير إنه هو معلم مستحق لهذا اللقب، أو إنه هو نفسه كمان ممكن مستحق من أي ناحية. يعني هذا اللي أنا بدي أعرفه، بيهمش الخطوات، بيهمنا إنه هل علاقة مع الطلاب، هل يعني قدراته أو إنجازاته، نعم، أو المجالات اللي هو بيعمل فيها. يعني فكل معلم بخصه صفات معينة فيه، ممكن يكون عن طريق صفاته أخلاقه، ممكن يكون عن طريق إنجازات عملها، ممكن يكون عن طريق طريقة عمله أو طريقة تعليمه، نعم، طريقة إدخاله لطرق تعليمية جديدة. ممكن في عدة مجالات اللي بتميز أي معلم، ممكن يكون معلم رياضة اللي بتناول الموضوع مثلا في طريقة أخرى، ممكن يكون معلم علوم اللي بيتعامل مع تدريس العلوم في طريقة مختلفة، ممكن يكون مركز تربية اجتماعية في المثال تبعي اللي قديش ممكن أكثر يدخل مجالات جديدة، مواضيع مختلفة اللي تنور فكر الطلاب، أو طريقة أسلوب التعامل مع شتى المجالات اللي بتكون داخل المدرسة أو خارجها اللي هو مسؤول عنها. لما بتقوم في الإشي بنجاح وبتألق قدر الإمكان وبتواضع أيضا في نفس الوقت، هذا الإشي لابد إنه بيميز شخصك كمعلم، وهيك كل واحد فينا بيقدر يوصل. آمن حلو في نفسك، آمن في قدراتك، وحدودك أبعد من السماء. حلو كثير. يعني أنا فوت لعندكم على البيت هون، تشرفت طبعا وقعدت معك ومع أبو غدير، أنتوا رمز التواضع، بس بدي تخلي لي التواضع على جنب وتحكي لي حسب رأيك شو هو الأمور اللي أدت بوزارة المعارف إعطائك مثل هذا اللقب. ليوصل أي معلم للدرجة الأخيرة، لأنه في عنا مراحل تصفية، ليوصل للتصفية الأخيرة من قلب 5000 معلم، تم التصفية الأولى لأول 150 من قلب 5000، من داخل 5000. فيما بعد يعني كان 5000 اسم مطروح أمام اللجنة في وزارة المعارف، كل اسم فيه عدة آراء عنه. بعد ما تمت مراحل التصفية من 5000 ل 150، من بعدها تواصلوا معي قالوا لي أنت مبروك وصلت لأول 150 معلم، في عنا بعد مراحل تصفية، بعد بدنا ناخذ عنك اكثر معلومات ونشوف انه نفحص شغلك في داخل عملك وانت كانسان، نعم، شو طريقه تعاملك انت مع طلابك، شو اللي بيميزك كشخص. فمن بعد فتره
بإذن الله تواصلوا معي إنه صرت من أول 150 معلم. طبعاً عشان قلت عم تنتقل من مرحلة لمرحلة، هنالك العديد من الأشخاص اللي في مكاني مرموقة في الدولة من عدة مجالات، اللي بقعدوا كلجنة تصفية، بقعدوا على كل المواد المطروحة عنك كمعلم، المواد اللي في إيديهم. بعدنا بس وصلنا لهي المرحلة لأول 50 معلم، تم استدعائي لبيت استدروتها موريم في نقابة المعلمين في تل أبيب. نقابة المعلمين في تل أبيب، هناك تم إجراء مقابلة ليست سهلة أبدا، مع صحفيين، مع مفتشين من قبل وزارة المعارف والعديد من مجالات أخرى أيضا. من خلالها طبعا تم الموافقة بالإجماع أني أستحق وبجدارة وبتواضع الانتقال إلى المرحلة الأخيرة، ألا وهي أن أكون من أول 15 معلم في الدولة. وبس اللي بينتقلوا لل 15 كمان بيروحوا على المقابلة الأخيرة، ألا وهي في ريشارد لتسيور. هناك تم مقابلة أيضا على نطاق أوسع مع عدد أشخاص أكبر، مع أناس جديون أكثر. وهناك كانت ليست بمفاجأة بالنسبة لي، كان النوع المقابلة جدا جدا بالنسبة لي كان مريح وسهل بالنسبة لي، بس هو مش سهل يعني برأيي على كل شخص. سهل لما أنت إنسان حقيقي وأنت بتحكي شو عندك. يمكن حسيت المقابلة طبيعتك. طبيعتي على الآخر، طبيعتي، وحكيت كل إشي الله قدرني عليه والله هداني عليه. حكيت شو أنا ببساطة، شو أنا، وهن الحمد لله شافوا فيه إني مستحقة إني أكون من أول 6 معلمين، أول 6 معلمين في الدولة. هاي المرحلة النهائية اللي تم اللي نشر عنها وعن النتائج فقط بعد بأسبوعين، خلال الاحتفال الكبير في جامعة تل أبيب اللي كان مدعو عليه كل 15 معلم، اللي ولا واحد فيهم بيعرف مين راح يكون هن أول 6. حلو. إنه كانت مفاجأة بس وقت الاحتفال. وطبعا كل معلم تم إعداد فيلم قصير عبارة عن دقيقتين عنه، عن مجاله كمعلم في المدرسة، ولكل 15 مش بس لأول 6. والكل مدعوين مع عائلاتهم، مع أحبابهم، مع من بيحبوا يجيبوا معهم على الاحتفال هذا. وطبعا تم إعلان النتيجة من أول 6 معلمين، بعد تخصيص المعلمين الستة في إعطاء منحة بقدر 15,000 شيكل. كان خصصوا المعلمين الستة في رحلة إلى مدارس نيويورك والسفارة الإسرائيلية هناك. راح تتم الرحلة إن شاء الله في شهر 3 في سنة 2020. أما المنحة فطبعا تم استعمالها وهي لسه موصل لها. نعم، بدي أسألك كمان شوي عن شعورك وقت يعني إعلان تجي، ولكن قبل هيك أنت مريتي في مراحل من 5,000 معلم ووصلت إلى 6 معلمين. سؤالي إنه سؤالين بدي أسألك. الأول، هل أنت يعني كنت مؤمنة بهذا الإشي إنك رح توصلي؟ والسؤال الثاني، شو الشعور اللي كان يراودك خلال هاي الفترة؟ يعني هل كنت تستني إنه بدي أعرف في قلق في، ولا خلص مش مهتمة وماشي مع الموضوع؟ الحقيقة صراحة من قلب رب، كانوا اللي حوالي متأثرين أكثر مني. أنا كنت مآمنة إنه الطريق واضحة قدامي، وكنت مآمنة إني راح أوصل، ومش شايفة أي عائق في الطريق. لأنه لما الإنسان يكون حقيقي وعارف حاله لوين رايح وراسم الهدف ومصر إنه يوصله، ما فيش أي إشي بمنع. القدرات العقلية الحمد لله موجودة، والصحة منيحة، والدعم من الزوج والعائلة، من الأهل، من الأبناء والأصدقاء والأحباب موجود. وطبعاً توكل على الله سبحانه وتعالى قبل أي شيء. ما فيش أي شيء بيمنع إنه الإنسان يوصل لأي شيء بده إياه. بظل قدامي لحظة الفوز. شو الشعور اللي كان في داخلي؟ شعور قوي
لما كانت بنتي حبيبة قلبي الصغيرة بعد في داخلي، طبعا كنت أنا في الشهر التاسع في خلال الاحتفال، وكنت عم بنتظر الولادة في أي لحظة في أي لحظة، حتى إني جهزت شنطة السفر معي في رحلتي هاي على الاحتفال، لأنه كان متوقع في أي لحظة إنه تتم الولادة. ففي هون كمان نوع من المخاطرة ونوع من الشجاعة، إنه في كل الأحوال إحنا بكل قوتنا بنروح على أي عمل بدنا نقوم فيه. يعني كان ممكن إني أنا من خوفي مثلا ما أروح شهر الاحتفال، أقول بلكي صار معي شغلة، صحيح، يعني أما جرأة. الحمد لله العزيمة موجودة والقوة الداخلية والإيمان بساعد كثير. فطبعا بعون الله صار إنه نجحنا، حتى إنه الوالد الله يوفقه بيقول لي بعد ما أخذت الجائزة إسا بتقدر تروح تخلفي، يعني الحمد لله على كل شيء. حلو. يعني بس قالوا اسمك شو كان في دموع؟ كان في للحظة كان في للحظة، بس للحظة بين عم بيقولوا الأسماء ذكروا اسمي خامس اسم، خامس اسم من ستة. طبعا فيش أهمية للمكان إذا فيش، أول ولا صحيح، ثاني ولا ثالث، ما فيش أهمية، الستة كلهم واحد. اللي كان في نوع من الخوف طبعا في نفس اللحظة، ما بقدر أنكر إنه كان في نوع تأثر، بس لما ذكروني خامس اسم عانالي كثير 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 هذا الموضوع، والحمد لله. طبعا دعموني كمان زملاء المعلمين ومدير المدرسة طول الله عمره إن شاء الله، الأستاذ الدكتور رجا فرج، وطبعا نائب المدير والقسم السكرتارية والعاملين والعاملات، العاملات النظافة أخواتي كلهم أنا كثير بعتز وبتشرف فيهم، المعلمات والمعلمين إخواني، كثير كان دعم يعني بشكل كبير. اسمك تحكي لي كثير عن المدرسة، فخليني معك بهاي اللحظة. يعني أنت بتسمعي اسمك وكل الدول يعني فخر واعتزاز، صبية من بلدي نائي ينوح، بلدي بعيدة، بلدي مش بمركز البلاد، شو الشعور؟ يعني كان في دموع؟ كان في، هذا أول سؤال، جاوبيني عليه عشان بدي أسألك سؤال أصعب منه. طبعا دموع الفرح لابد منها، مني ومن الأحباب اللي كانوا معي، ووالدتي اللي كانت منتظرتني كمان في البيت تسمع الأخبار الطيبة، صدف إنها شافت وسمعت الأخبار على التلفزيون وكثير تأثرت. أول ما طلعنا طبعا دغري حكيناها على التلفون، وكان في دموع فرح طبعا، وعمي ومرت عمي كانوا موجودين معي، وكمان أقربائي من العائلة الكريمة، قسم من المعلمين والمعلمات اللي كلهم إجوا وحضنوني في نفس اللحظة، لحظة ما بتتمنش الحقيقة، لحظة جدا مؤثرة لا تثمن ولا تنتسى أيضا. لا تثمن ولا تنتسى، صحيح. وإن شاء والسؤال الله تذكرت العائلة. وعدتك بسؤال أصعب، يعني باللحظة اللي خلوا اسمك وانت كيف قلتي لي انه كنت تنتظري مولودي والله طعامك اياها ومعك كل العيلة وكل الأحباب وكل قسم من الزملاء، بالصدق بدي تجاوبيني، هل اسم معين او شخص معين خطر في بالك في اللحظة اللي انت اعلنوا اسمك وانك ربحت هاي الجائزة، ويعني حبيتي تهدي الجائزة له، بينك وبين نفسك؟ طبعا أنا بهدي هذا اللقب، بهدي في البداية لبكري الفقيد، ابني الأول اللي كان بحب علي إنه يكمل مساره معنا، بس الله أخذ وديعته في بداية حياته، ومرافقني على طول في كل مكان وفي كل زمان. وكمان في نفس الوقت أنا بهديها لكل الأحباب اللي بدعموني من وراء الكواليس، عندي كثير أصدقاء، أصدقاء وصديقات، أحباب على القلب اللي كثير بعطوني الدعم والقوة، وما تأخرتش لثاني إني أهدي الحقيقة الشهادة لابن عمي لشريك حياتي، تركت كل الزملاء اللي حوالي وأخذت الشهادة رحت هديته إياها، لأنه هو الداعم الأول في هاي المسيرة. طبعا أنا وين ما أكون
وين ما أروح شو ما أحتاج طبعاً هو الداعم الأول هو اللي بيرافقني. يعني نوصل معك للجائزة 15,000 شيكل. نعم. جائزة المالية ورحلة لبرا. الرحلة لبرا هي إليك أنت بتطلعيها، وال15 ألف شيكل إليك، بس أنت فضلتي تعملي فيهم إشي ثاني. نعم، أنا فضلت أني أتبرع فيهم لمؤسسة المرحوم زيدان سيف الشرطي البطل، بطل دولة إسرائيل اللي فنى حياته وفنى عائلته اللي هو بحبها كثير، وضحى في حاله فيهم في المعنى الإيجابي لحتى ينقذ حياة متدينين بريئين، حتى لو كانوا من طائفة أخرى، من الطائفة اليهودية اللي عم بيقوموا في واجبهم الديني في مكان العبادة. في يوم من الأيام قبل 5 سنين تماماً، 5 سنين مثل اليوم في 18/11 بالضبط قبل 5 سنوات، وهذا التوقيت مش إحنا اللي اخترناه، هيك القدر شاء إنه اليوم يكون عندي هاي المقابلة. اليوم بالضبط طبق 5 سنين، ترك وراه طفلة بريئة مسكينة عمرها بالضبط من غير شر قد عمر بنتي إسا، وهذا الإشي كثير مؤثر وكثير ترك في نفوسنا الألم والحسرة على شاب مثل الوردي. حلو كثير معلمة نادى، يعني بعيدا عن الدراسة والتدريس أيضا والكتب والصفحات والأقلام، شو هواياتك؟ هواياتي ما توقعتش السؤال. هواياتي أنا كثير 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 بحب سماع الموسيقى على كافة ألوانها وأنواعها، بتطرب الأذان عندي وبتطرب الروح، وكذلك بزعلش إذا بسافر، بحب السفر كثير في داخل البلاد وخارج البلاد. أوكي، وصلنا معك لنهاية الحوار، حوار كثير شيق وحلو، وبدناك تنهيه بكلمة لمين بتوجيها وشو بتقولي؟ لكل معلم ومعلمة، اتذكروا إنه إحنا عم نأدي رسالة، اتذكروا إنه على إيدينا عم بيكبر الطبيب، المهندس، اللي عامل النظافة، عم بيكبر على إيدينا حارس المدرسة، عم بيكبر على إيدينا كل الموظفين، الصحفي كمان، والصحفي أكيد الصحفي الصحفي كمان عم بيربع إيدينا في بناء الجيال اللي إحنا عم نقوم فيها. لهيك كونوا قدوة لإلهم قدر الإمكان، كونوا الإنسان اللي ترك فيهم الأثر الإيجابي واللي شجعهم إنه يوصلوا لكل مهنة هن بيحبوا يوصلوها، حتى لو بده يكون لاعب كرة قدم، حتى لو بده يكون ربة بيت صالحة. أنتوا كونوا قدوة لإلهم لحتى إحنا نبني الجيل الأفضل. شكرا جزيلا لك، حوار بالفعل شيق، وكنت حقيقية زي ما قلت، كنت طبيعية، وإحنا كثير بنشكرك. أنا بشكرك كثير وشرفت على بيتك الثاني. أهلا وسهلا فيك. تسلمي.